يقول من يختار جاز للتماثيل ينقاج زيل القول في بدع الأمثال. من يوم جال المدح داعود وليل مدحي في بن محسن فهد طيب الخال طلق الحجاج ومدهل إلا المشاكيل رجل الفعل صكت الجالب الجال رجل الفعل فعل يتعب رياجيل عز الجمال ويا عسى ايامه طوال من روس ربع تتعب الجيش والخيل روس الغمادين المسمين الابطال اللي مجالسهم بها البن والهيل اهل الكرم واهل الوفاء واهل الافعال وانت ولد من فعلها يوصف على هداج مضرب للأمثال محسن كرم يمناه مثل الهماليل على القبيلة كأنها الغيث همال ضيف يرحب لو إن آخر الليل ما هو من اللي يقفل الباب بقفال وراح العساه بعاليات المنازل في جنة الفردوس عساه نزال أمين واليوم في ابنها العزاز الحلا حيل نشوف كل الخير بوجه الاشبال واخص كسب الثنا والتنافيل اللي يفعول دايم تشرح البال هذا فهد هذا الذي نادر الجيل بعيد النظر يسوى 30 رجال من شاعر يحرص على جزل الأمثال يقول من يختار جزل التماثيل ينقاج زيل القول في بدع الأمثال من يوم جال المدح داعود وليل مدحي في بن محسن فهد طيب الخال طلق الحجاج ومدهل إلا المشاكيل رجل الفعل صكت الجالب الجال رجل عز الجمال ويا عسى ايامه طوال من روس ربع تتعب الجيش والخيل روس الغمادين المسمين الابطال اللي مجالسهم بها البن والهيل اهل الكرم واهل الوفاء واهل الافعال وانت ولد من فعلها ابين من سهيل يوصف على هداج مضرب للامثال محسن يمناه مثل الهماليل على القبيلة كأنها الغيث همال ضيف يرحب لو إن آخر الليل ما هو من اللي يقفل الباب بقفال وراح العساه بعاليات المنازل في جنة الفردوس عساه نزال أمين يا علام غيب المقابيل يا رب واليوم في ابنها العزاز الحلا حيل نشوف كل الخير بوجه الاشبال واخص كسب الثنا والتنافيل اللي يفعول دايم تشرح البال هذا فهد هذا الذي نادر الجيل بعيد النظر يسوى 30 رجال لا من شاعر